داخل كله شنو يمشي. مطار أحمد بن بلة وبالتحديد إلى لايروغار الجديد الذي سيتم تدشينه كذلك في الأشهر القليلة القادمة. فقدنا المشروع الذي تشرف عليه يعني مؤسسة وطنية للإنجاز، وأقول يعني بالإباش يعني نسبة تقدم الأشغال يعني منذ زيارتنا الأخيرة إلى اليوم نسبة ضعيفة جدا. نحن لسنا راضين على ما تقوم بهذه الشركة، وسنقوم يعني باتخاذ الإجراءات اللازمة ونطلب من شركة وسيدار يعني البدل من المزيد من المجهودات، لأنه بهذه الطريقة وهذا التعامل مع هذا المشروع هذا فإن الأشغال لن تنتهي في القريب العاجل، وعليه وجب أن نتخذ إجراءات يعني مستعجلة معا من أجل ضبط الأمور والتوجه نحو الأخذ بالجدية اللازمة أقول لهذا المشروع للانتهاء منه كما تم تحديده من طرف السيد الوزير الأول، وهو نهاية هذه السنة هذه على أكثر تقدير. إذن أقول وأكرر يعني بالنسبة للمطار وتيرة الأشغال تسير يعني ببطء. أما بما يخص ما يسمى لباركينغ دافيون فنظن بلي باش يعني الشركة هي شركة ثانية وشركة خاصة، فالأعمال كما لاحظتم معنا تقوم يعني بهم. أقول أن الزيارة كانت وجائية ولم تكن يعني مبرمجة مسبقا، يعني احنا درنا زيارة فجائية باش نطالعوا على حقيقة الأمور كيف تسير على مستوى المشاريع تاعنا. أقول بالنسبة يعني لباركينغ دافيون الشركة الخاصة اللي راهي تقوم بالأشغال، راكم تلاحظوا باللي باش يعني الأشغال تسير بوتيرة جد مقبولة، وباللي باش يعني عدد العمال المتواجد يعني مقبول جدا، الآليات المتواجدة كذلك. فظن باللي باش وجب علينا وعلى شركة كذلك وسيدار أن تبذل المزيد من المجهود من أجل الانتقاء من الأشغال في القريب العاجل.